ابو حسين قبل سنتين تقريبا على نفس هالكرسي قلت باطو مرعوب تكرم وانا للحين ما تكرمت وانا صاجي. ايش رايك نشوف هالتقرير؟ يلا نشوفه. خلونا نشوف التقرير هذا. هل باطو له قصه ارتبطت بالفنان سمير القلاف وحتى الراحل ابو عدنان قال له دير بالك تتخلص منه؟ هل باطو في فترة من الفترات أخذ صدى وشهرة يمكن أكثر من الممثل نفسه لدرجة تم الاحتفاء فيه 3 مرات لما استقر ببيت العثمان؟ شلون وليش ما احتفظت فيه عندك؟ يعني هو الحين موجود في بيت العثمان؟ بالمتحف، أنا شفته ترى. هذا الباطو أولاً مو باطوي، هذا تلفزيون يعيبه زين؟ والإنتاج اللي بالتلفزيون يعيبينه. وفعلا تكرم 3 مرات. شلون تكرم 3 مرات؟ مره معلقينه مدخل تلفزيون الكويت. باطو مرعوب سانسين الربع. شالوه من تلفزيون الكويت علقوه بيت لودان. باطو مرعوب شالوه من بيت لودان حطوه في بيت العثمان. ولا لك ايرادات منه؟ هذا مو ملكي الباطو، ملك هذا بس انا اللي طلعته. اي لو ما انا ما طلع الباطو صح الشخصيه. فكرموه صار احسن مني. لا 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 انت خير ابوك طبعا محشوم. بس يعني اكيد الباطو له قصه يعني مو بس هو بس تكرم، يعني شلون كان موجود بالنص كوت كوت هذا ابو عدنان الله يرحمه رحمه الله عليه، يعني قال كلمه صغيره وضح شنو هالباطو. لما يقول بالحلقه بعطيك باركوت من باركوتات هتلر، يعني هذا يعني باركوت حربي. وقبل يبيعونه بالكويت كانوا في عيله يسمونه بيت بواطو ويبيعون هالبواطو. نعم